بصيرة عما توارى من هداه وما بدا. يا حافظ القلب السليم من الهوى، يا مهرجان النور، يا حقل الندى. ماذا يحب الله تسأل دائما، ويجيبك العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. أسئلتنا مفتوحة على مختلف المواضيع، وضيفنا العزيز الذي يكون معنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي. هناك رقم معين نستقبلكم عن طريقه، وهو 717-5144. فأهلا بكم جميعا فضل الشيخ. أهلا وبركاته، مرحبا بكم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأرحب أيضا بالإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. آمين يا رب العالمين. فضل الشيخ، اعتدنا أن نبدأ بالآيات، لأن مجموعة كبيرة من الإخوة يرسلون آيات يسألون عن تفسيرها. الأخت سمية تقول في قوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، ما المقصود بالكلمة سبقت من ربك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم، وأنت الرب، وأنت الحكم. أما بعد، فالمقصود قضاء الله تبارك وتعالى بإمهال الأمم والناس إلى آجالهم المسمات المعلومة عنده. فقد قضى الله تبارك وتعالى لكل أمة أجلا، وقضى للناس أجلا، فاقتضت كلمته هذه أن يؤخرهم إلى أجلهم المعلوم عنده، ولو صدرت منهم الأسباب الداعية إلى إنزال العذاب، فكانوا مستحقين مستوجبين لإهلاكهم، أو لإزالة الباطل ونصرة الحق، وإجراء حكمته سبحانه وتعالى في خلقه، إلا أن قضاءه بإمهال الأمم والناس إلى الأجل المعلوم هو الذي سبق. ولذلك فالمقصود في مثل هذه الآية الكريمة وما أشبهها هو هذا المعنى، الإمهال والإنذار، أي التأجيل من الله تبارك وتعالى للناس إلى الأجل المعلوم. وربنا تبارك وتعالى يقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فهذا هو المعنى الذي يرد في مثل هذه الآية الكريمة وما أشبهها، والله تعالى أعلم. نحاول بقدر الإمكان أن نتناول 3 آيات على الأقل، ثم بعد ذلك ننتقل للأسئلة الأخرى التي بعث بها الإخوة. أحد الأخ ناصر الحسني يقول في قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، لماذا قال بكم ولم يقل لكم؟ نعم، الأظهر أن الباء هنا للملابسة. نعم، الملابسة تعني تلبس الحال، كما يقال في المثل: طارت به العنقاء، عدت به الفرس، أو عدا به الفرس. نعم، فالباء للملابسة، والمقصود أن فرق البحر كان ملابسا للحظة دخولهم، فقد شهدوهم، أي موسى عليه السلام وقومه المؤمنون، شهدوا انفلاق البحر لحظة دخولهم، فلابس ظرف دخولهم انفلاق البحر. نعم، وحملها بعضهم على أنها باء السببية، أي بسببكم، أي من أجلكم، من أجل إيمانكم ودعاء موسى عليه السلام لكم كان فرق البحر. والأول أظهر، وكلا المعنيين محتمل، وقالت به القول الأول قال به أكثر المفسرين، والثاني قالت به طائفة ومنهم زمخشري، والله تعالى أعلم. جميل. يبقى معنا هذا السؤال الأخير فيما يتعلق بالآيات، وبعد ذلك سنبدأ في الأسئلة الفقهية، حتى الإخوة الذين يتصلون إذا سألوا عن الآيات نحاول أن نؤجلها بقدر الإمكان. أحد الإخوة يقول:
مر جميع الأنبياء عليهم السلام بابتلاء، سوى سليمان عليه السلام فلم يرد فيه شيء من الابتلاء. هذا الكلام فيه نظر من حيث استثناء سليمان عليه السلام من الابتلاء، لأن الله تبارك وتعالى نص في كتابه الكريم على ما ابتلي به سليمان عليه السلام، فقال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. نعم. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إذن الآية الأولى نص في أن الله تبارك وتعالى أصاب سليمان عليه السلام بفتنة، قال: ولقد فتنا سليمان، ثم أضاف إليها أي عطف على هذه المقدمة التي أكدت أن سليمان عليه السلام قد ابتلاه الله تبارك وتعالى بفتنة، أضاف إليها فتنة أخرى أو بلاء آخر حينما قال: وألقينا، فهي جملة معطوفة على ما قبلها، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. المقصود بالجسد؟ المفسرون مختلفون. نعم. وأكثر كلام المفسرين غير مقنع في الجسد، في الجسد وفي القصة كلها. ماذا قالوا؟ هناك قولان شهيران. القول الأول وهو الذي ذهب إليه جماهير المفسرين أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، فتأتي كل امرأة فيأتين جميعهن بفارس. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل سليمان، فما ولدت إلا واحدة جاءت بشق رجل. ذهبت طائفة من المفسرين إلى أن المقصود بالجسد الذي ألقي على كرسي سليمان حسب ما يقولون هو شق الرجل، هذا نصف الجسد. نصف الجسد، بضع رجل. نعم. بضع مولود. نعم. وصحيح أن الرواية صحيحة، يعني وجدت عند الإمام البخاري. هناك بعض الروايات، بعض الألفاظ وبعض الروايات التي لا تقوم بها حجة، لكن من روايات هذا الحديث ما هو صحيح تقوم به الحجة. نعم. ولكن لم يأتي في سياق تفسير هذه الآية الكريمة. نعم. فلا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أن معنى الآية الكريمة هو هذه الحادثة، ولا أيضا المصنفون الذين صنفوا وجمعوا هذه الأحاديث جعلوها في أبواب تفسير هذه الآية الكريمة. نعم. وإنما كان ذلك من صنع المفسرين. وقول آخر وهو قول بعيد مستهجن جدا، أن سليمان عليه السلام فقد خاتم ملكه، فمنهم من يقول استحوذ عليه الشيطان، كان سليمان قد دخل للاغتسال وترك خاتم ملكه عند امرأة له اسمها الجرادة يسمونها أيضا. نعم. فتمثل الشيطان في صورة سليمان فطلب منها الخاتم فأعطته، دفعت إليه الخاتم فصار هو الذي يدير المملكة، فجاء بعد ذلك سليمان وطلب خاتمه فلم تعرفه ورفضته فخرج وهرب، ويأتون بقصة وذهب إلى شاطئ البحر ثم بعد مدة وجد خاتم ملكه في جوف سمكة. نعم. وهذا لا يليق بكتاب الله عز وجل ولا بكتب التفسير، ولا ينبغي أن يلتفت إليه. وإنما الابتلاء الذي ابتلي به سليمان عليه السلام أنه أصيب بعلل وأمراض، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. نعم. وقال بهذا الإمام الرازي من المتقدمين، وقالت به طائفة لكنها طائفة قليلة. نعم. ومن المتأخرين قال به الشيخ المراغي أيضا، وهو كلام مقنع. نعم. وقدروا في الآية وألقينا على كرسيه جسدا، أي وألقيناه على كرسيه جسدا. نعم. فسليمان عليه السلام هو الذي أصيب بالأمراض والآهات، ابتلي ابتلاء شديدا
فجعله جسدا بلا روح، كأنه جسد بلا روح، بلغ به المرض إلى حد أنه أصبح ملقا على كرسيه، على في إدارة مملكته، في تدبير وسياسة شؤون رعيته وما خول إياه من حكم. وهو في تلك الحالة التي بلغ بها المرض، بلغ منه المرض مبلغ أنه أصبح كما تقول العرب وكأنه لحم على وضم أو جسد بلا روح. ثم أناب، أي ثم رجع إلى سابق عهده وحالته الصحية، وهناك استغفر، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الذي يعزز هذا المعنى أنه قريب إلى الفهم. لما حذف المفعول، الضمير المفعول هذا؟ لأنه لم يكن نبذا من الله تبارك وتعالى لسليمان، فخففت الجملة لتحمل معنى الابتلاء. ولأن هذا الابتلاء لم يكن لسليمان وحده فقط، بل كان لرعيته وللمحيطين به، فهذا نبيهم الذي يسوس أمرهم بما أوتي من ملك وما أوتي من رعية، ولكنه غير قادر على إدارة شؤون هذه المملكة إدارة الصحيح السليم السوي المعافى. فذلك بلاء عام، لم يكن بلاء مقتصرا على سليمان عليه السلام. كم المدة؟ لا إشارة، لا يوجد ما يدل على ذلك. كم مكف؟ هل طالت المدة أو لم تطل؟ يعزز هذا أيضا أن سليمان عليه السلام يقترن ذكره بذكر أيوب عليه السلام، حتى في سورة صاد هذه جاء ذكر أيوب مباشرة بعد ذكر سليمان، ويرد كثيرا في القرآن الكريم ذكر أيوب بعد سليمان عليهما السلام. للمشاكلة في المرض؟ لاقتراب الوصف. أيضا وصف نعم العبد إنه أواب وصف به ثلاثة من الأنبياء في القرآن الكريم، داود عليه السلام، وسليمان، وأيوب عليه السلام. نعم العبد إنه أواب، هذا الثناء بهذا النوع من الصفات وصف به هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم السلام، وقد علمنا ما تعرض له داود عليه السلام من قومه والمشاحنات التي كانت تنشأ لأصغر الأسباب والغلظة التي كان يلاقيها من قومه، وكيف أنهم حتى في خلواته يقطعون عليه خلوته وهو في محراب تبتله، وكيف طلب منه أن يبذل من نفسه ما يسوس به أمر مملكته أكثر مما كان قد أعطى. ثم جاء سليمان عليه السلام وقد ابتلي بما ابتلي به، ثم أيوب وقد ابتلي بالمرض. هذا هو الذي يظهر في، ولذلك طلب سليمان، ثم دعاء كل واحد منهم يأتي دعاؤه متناسبا مع نوع البلاء الذي أصيب به. ولذلك كان من دعاء سليمان هنا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاستجاب له ربه وعوضه عن ذلك البلاء بما آتاه إياه. قال إنا سخرنا معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق، إنا سخرنا معه الجبال، إنا سخرنا معه وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. لا ينبغي لأحد من بعده، من بني إسرائيل أم مطلقا؟ فيه خلاف. قيل لا ينبغي أي لا يصلح لأحد من بعده في وقته، وقيل أي لا يصلح لأحد غيره مطلقا. وهناك رواية، وهي رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان تمثل له فقال لقد هممت أن أربطه إلى السارية فترونه، ثم تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام. لكن هذا لا يعترض به على أن الملك الذي أوتي إياه سليمان عليه السلام بنص القرآن الكريم لم يؤت إياه أحد بعده، لأن القرآن الكريم قال وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد،
هذا عطاؤنا، هذا هو الملك الذي أوتي إياه سليمان بعد البلاء الذي أصيب به وبعد الدعاء الذي توجه به إلى ربه سبحانه وتعالى. طيب، إذن تبقى قضية أخرى، ولكن هذا الطمع جاء مني أنا هذه المرة. نعم. وليس من المتصلين. نعم. في حادثة سليمان عليه السلام أنه تعامل مع الجياد والخيول التي معه بطريقة يذكر بعض المفسرين أنه قام بقطع رقابها وأرجلها وغير ذلك عندما فاتته صلاة العصر، ماذا تقولون؟ أيضا هذا القول قال به جمهور المفسرين وهو بعيد. نعم. ويبدو أنكم تستنطقون هذه المواضع، يعني مواضع يقول إشكال. ربنا تبارك وتعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، ثناء على سليمان عليه السلام. نعم. مع تذكر أن صدر قصص الأنبياء في سورة صاد ابتدأ بقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، هذا بداية القصص. نعم. للأنبياء عليهم السلام، وهذا يتناسب أيضا مع موضوع ابتلاء سليمان عليه السلام. نعم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، ثم قال هنا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الجمهور ذهب إلى ما تفضلتم به من أن سليمان عليه السلام استعرض الخيال الجياد، الخيل الجياد، حتى شغلته عن الصلاة وقيل عن ورده وذكره حتى توارت الشمس، حتى غربت الشمس، وقيل حتى توارت الخيل. والأحسن منهم من قال لم تكن الصلاة المفروضة ولم يكن الورد الواجب عليها والعبادة الواجبة عليها، وإنما كان معتادا على أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصلاة أو بشيء من الأوراد، فشغله استعراض الجياد عن ورده ذلك وعن صلاته تلك حتى توارت الشمس. واختلفوا أيضا فيما بينهم في ردوها علي، هل يقصد الخيل أو يقصد الشمس ومن كان يخاطب. نعم. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أيضا حمل الجمهور معنى هذه الآية الكريمة على تقطيع عراقيبها وأعناقها. نعم. وهذا لا يستقيم ولا ينبغي أن ينسب إلى سليمان عليه السلام، وهو يعني نبي كريم أثنى عليه ربنا تبارك وتعالى قبل هذه الحادثة وبعدها. نعم. وإنما المعنى الظاهر أن سليمان عليه السلام وقد أوتي سعة في الملك وأوتي من الجند بأنواع ما كان له من الجند، استعرض الخيل وكان محبا للخيل. نعم. ولذلك وصفت الخيل بأحسن صفاتها ساكنة ومتحركة إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الصافنات التي تقف على ثلاث قوائم وترفع القائم الرابع بحيث يكاد يلامس فقط الحافر الأرض، لكنها تقوم على ثلاث قوائم وترفع الحافر الرابع بمقدار ما يلامس الأرض فقط، ولذلك يقولون هذا لا يكون إلا في الجياد الخالصة العراب الخلص. نعم. الجياد أيضا الصافنات الجياد هذا وصفها حينما تتحرك فهي تجود بما عندها بأكثر مما يطلب الفارس. نعم. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، كلمة عن هي المفتاح. نعم. فقد حملها الجمهور على أنها آثرت. نعم. آثرت حب الخير، والخير هنا الخيل، عن ذكر ربي أي آثرتها عن الصلاة عن ذكر ربي. نعم. لكن الصحيح أنه لو كان المقصود الإيثار لكانت التعلية بعلى، آثرت حب الخير على ذكر ربي. نعم. أما عن فهي كما يقول أيضا طائفة قليلة من المفسرين هي لبيان السبب. نعم. أي
كما تقول دعوتك عن رغبة، دعوتك عن محبة. جيد. فأي أن السبب الباعث لهذه الدعوة الرغبة أو المحبة. نعم. إني أحببت حب الخير حبا منشأه وباعثه وسببه هو ذكر الله، عن ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. فليس المقصود الإيثار، وإنما بيان السبب. لم يكن ذلك منه عليه السلام لهوى نفس أو لمجرد متعة فارغة. نعم. لا مقصد من ورائها، وإنما كان ذلك ناشئا عن حبه لله تبارك وتعالى وإعداده العدة لجنده ولما تستدعيه إدارة المملكة. نعم. حتى توارت بالحجاب، أي حتى توارت الخيل بالحجاب، فقال ردوها علي. الآن بعد هذا الاستعراض وبعد ما رآه وبعد ما بين الباعث له في هذا الاستعراض أثنى على الخيل فطفق مسحا بالسوق والأعناق. من أين أتوا أنه طفق مسحا بالسيف؟ نعم. بالسوق والأعناق لا ذكر للسيف هنا، وإلا فكان قول الله تبارك وتعالى فامسحوا برؤوسكم كان حريا أيضا أن يحمل نفس هذا المحلى. نعم. نفس الفعل ونفس حرف التعدية، فلا ذكر للسيف هنا. نعم. وأهل الخيل يعلمون أيضا أن المسح على الأعناق والسوق فيه الثناء على الخيل. نعم. وفيه الشكر لها والإعجاب بها مع التفقد لأحوالها. هو رآها متحركة وساكنة، ثم أراد أن يبالغ أيضا في معرفة أحوالها، ولذلك مسح على أعناقها ومسح على سوقها ليتفقد مزيدا من أحوالها. نعم. فلم تشغله لا عن صلاة، ولم يكن هناك يعني منه ما لا يليق بمقام النبوة، لأن ما ذكروه أيضا. نعم. فيه قدر من التنقص، يعني لا ذكر لتوبته. كان أدعى إلى أن يستغفر ربه مما وقع فيه. ما ذنب هذه الحيوانات العجماوات؟ نعم. في أن يقطع رقابها تقتل. ولما يقطع رقابها؟ كان يمكن له تقتل. أن يسرحها، كان يمكن أن يطلب من رعيته أو من كان معه أن يأخذها في زمرة عدة جيشه، إنه لا ذنب لها. ولذلك تأولوا، افترضوا حالات، افترضوا صلاة تركها، وافترضوا أو افترضوا ذكرا تركه، وافترضوا حوارا بينه وبين من كان يخاطبه ردوها. نعم. علي، ولا سيما أولئك الذين قالوا بأنه خاطب الملائكة. فالإمام الرازي على سبيل المثال يقول هذا لا يقوله سيد لعبد آبق. نعم. بهذه الصيغة. نعم. أيضا بعد ذلك افترضوا أن فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أن هناك قتلا وقطعا للرقاب والعراقيب. نعم. وما هكذا أيضا يفعل بالخيل، وأن ذلك كان مشروعا في ملته. كلها احتمالات وافتراضات لا يسعف النص عليها، والمعنى الظاهر قريب إلى النفس ولا تكلف فيه، وهو يعني تحتمله ألفاظ القرآن الكريم بكل وضوح، والله تعالى أعلم. جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، توضيح رائع ووضع للنقاط على الحروف وإزالة للإشكالات التي ترد أحيانا عند المشاهد والمستمع وهو يقرأ القرآن الكريم. إذن بعد هذا الشوط الرائع من تفسير آيات القرآن الكريم أو بعضها نقف مع فاصل، نعود إليكم لاستقبال المكالمات إن شاء الله. وسألت أهل الذكر ذات بصيرة عما توارى من هداه وما بدا. يا حافظ القلب السليم من الهوى، يا مهرجان النور، يا حقل الندى، ماذا يحب الله تسأل دائما ويجيبك العلماء. مرحبا بكم أعزائنا الكرام في حلقة مفتوحة على مختلف الأسئلة. يمكنكم الآن أن تتصلوا، كنا قد حجبنا المكالمات لأننا نعلم أن الوقت سيطول بالإجابات. فضيلة الشيخ، أيضا من ضمن الأسئلة التي وردت إلينا بالأمس وأجلناها نظرا لأنها تحتاج إلى وقت كاف، سؤال الربيع بن حبيب، وهو يسأل عن المشارق والمغارب، وردت في القرآن الكريم 3 مرات. نعم. ولله المشرق والمغرب. نعم.
ووردت أيضا المشارق والمغارب، رب المشارق والمغارب، وردت لكن هو الذي أشكل عليه هنا رب المشرقين ورب المغربين. نعم. الأولى استوعبها والثانية أيضا، لكن الثالثة لم يستوعبها. باختصار حينما وردت بالإفراد فإن المقصود جهة المشرق وجهة المغرب، جهة الشرق وجهة أو جهة شروق الشمس وجهة غروبها. نعم. في الآية الأولى ولله المشرق والمغرب. ولله المشرق والمغرب. نعم. في الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، الجمهور يحملونها على أنها مشرق الصيف ومغرب الصيف ومشرق الشتاء ومغرب الشتاء. نعم. جمهور المفسرين، ومنهم من يقول بأن لكل جهة، لكل مشرق مغرب، ولكل مغرب مشرق، فصار هنا مشرقان ومغربان. إذن لكل مشرق مغرب ولكل مغرب مشرق، مشرقان ومغربان. وأما المشارق والمغارب فالصحيح أن كل جهة، كل موضع تشرق منه الشمس فإنها لا تشرق من نفس ذلك الموضع إلا بعد حولان الحول. نعم. فإذن هي عدة مشارق، وإن كانت جميعا في جهة واحدة أي في جهة المشرق، إلا أنها على سبيل الضبط والدقة هو مشرق، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني يكون مشرق وإن كان قريبا منه، ولكل مشرق من هذه المشارق ما يقابله من المغارب، والله تعالى أعلم. احتمالية أن يكون تلك المشارق والمغارب في الكواكب الأخرى موجودة؟ منهم من ذكر ذلك أنه ليس المقصود فقط مشرق الشمس ومغرب الشمس، وإنما ما يظهر من نجوم وكواكب. نعم. جميل. الأخ عامر الحبسي، مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ عامر. أسلم على الشيخ، أسلم على الشيخ لو سمحت. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي. ويت الدعاء الشيخ منك، وهنيت بشهر الصيام الشيخ، الله يتقبل منك الصيام يا أبي وقيامة. هناكم الله بكل خير، ولكن لو ترفع صوتك. أبا الدعاء الشيخ، تدعونا الشيخ. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وهدى ورشد، وأن يتقبل منا صالحات الأعمال. نعم. سؤالي عن سيدنا هارون. هل سيدنا هارون بعثه الله نبي لدعوة أخي سيدنا موسى؟ نعم. مرة ثانية السؤال. السؤال، سيدنا هارون بعثه الله نبي، هل بدعوة أخي موسى عليه السلام؟ طيب. السؤال الثاني، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموه تسليما. هذا صلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أما آية تتلى هذه؟ طيب. سؤال ثالث، بعد سؤال ثالث. طيب صادر. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. نعم. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. نعم. السلام عليكم. شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيك. أحسن. الأسئلة كثيرة. طيب، نتجنب هذه المرة الأسئلة اللي فيها تفسير، لنطرح أسئلة الإخوة الذين ينتظرون أيضا الإجابات. السؤال، جاءني فقير من مدة واشترى مني بضاعة ولم يستطع تسديد ما عليه، هل لي أن أسقط قيمة البضاعة من زكاة محلي وأسقط دينه؟ لا، الصحيح أن الزكاة لا تكون بالإسقاط. نعم. لأن الزكاة أريد لها أن تكون أولا خالصة لوجه الله تعالى، وأن ينتفع منها المستحق، ثم هو بعد ذلك يتصرف فيها تصرف المالك. نعم. إن أراد أن يؤدي الدين الذي عليه، أو أن يقضي بها بعض المآرب والحاجات التي لا يعرف، وقد يكون متعففا وفي أمس الحاجة إلى لقمة يأكلها أو كسوة يلبسها ويلبسها عياله. نعم. فيظن هذا أنه في غنى بسبب تعففه، فالراجح عدم جواز الإسقاط في دفع الزكاة، أي إسقاط الديون لتكون مبرئة للمزكي عن زكاته، والله تعالى أعلم. كان في سؤال للأخ عادل زغلول، أو أنا ربما فاتني الآن، سأعود إليه إن شاء الله تعالى. نعم. ولكن نأتي إلى سؤال آخر. علي الحبسي يقول، هل دعوة هارون عليه السلام كانت تبعا لدعوة موسى عليه السلام أم كانت مستقلة؟ عامر الحبسي. لا، كانت تبعا لدعوة موسى عليه السلام وبسبب موسى عليه السلام، فهو الذي
سأل ربه تبارك وتعالى أن يشد عضله بأخيه فاستجاب الله تعالى له دعوته. نعم. الأخ راشد الشهومي يقول: رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة يذهب إلى الصلاة على كرسي كهربائي، والمسافة بينه وبين المسجد والمنزل تتعدى الكيلو أو نعم الكيلو والنصف تقريبا، مما قد يكون هناك وجود لشيء من التراب أو الغبار أثناء دوران الإطار، فهل هناك حرج من الدخول بالكرسي فوق سجاد المسجد؟ أقول بارك الله في هذا السائل وزاده حرصا على الخير وجعله قدوة للأصحاء الأسوياء الذين يتكاسلون عن الصلاة، يذهب إلى المسجد وهو على بعد كيلو ونصف على كرسي متحرك، ثم بعد ذلك لعله يسمع كلمات من بعض المصلين أن عجلات الكرسي قد لا تكون طاهرة ليدخل بها المسجد. عجلات هذا الكرسي أشرف من أقدام كثيرين ممن يتخلفون عن صلاة الجماعة. نعم، إن ثبت بيقين أن هناك نجسا في عجلات كرسيه فليطهر أولا ثم بعد ذلك يدخل إلى المسجد. الحمد لله، بارك الله. هذا تشجيع منكم. وهذا السؤال فيه نوع من الظرافة ولكن الطلاب أيضا لهم نصيب. نعم. يقول: يشكو كثير من الطلاب من صعوبة المذاكرة والتعب وصعوبة الفهم في رمضان، وخاصة أن الفترة الحالية فترة امتحانات نهائية، وتطغى كلمات التشاؤم في أحاديثهم. نريد من الشيخ نصيحة توقظ الهمة. أولا، هذا الكلام غير صحيح. هذا الوهم الذي سرى إلى طلبة العلم أن صيامهم في رمضان لا يعينهم على التركيز والفهم والمذاكرة غير صحيح. عليهم أن ينبذوا هذا الوهم عن أذهانهم تماما، وليوقنوا أن رمضان وأن صيامهم الموافق لشرع الله تبارك وتعالى يعينهم على التركيز وعلى الفهم وعلى التدبر، إن أحسنوا أيضا تنظيم أوقاتهم. أما أن يهلكوا أنفسهم ويقضوا الأوقات الطويلة فيما لا نفع منه، ثم يخصصون بعد ذلك، ثم يأتون ليخصصوا بعد ذلك بعض الوقت للمذاكرة وهم مجهدون، نعم هؤلاء لن يتمكنوا من الفهم ولن يستطيعوا أن يركزوا. لكن الأصل أن الصيام يدفع عنهم شتيت الأفكار ويجعلهم قادرون على أن يركزوا فيما هم بصدده مما يقرؤونه أو يذاكرونه، يعينهم على الحفظ، يعينهم على الفهم، وهذا أيضا يدفعهم إلى أن يستعينوا بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو تأخير السحور على سبيل المثال، من نحو العناية بنوع الغذاء الذي يأكلونه، من حيث عدم تضييع الأوقات فيما لا طائل من ورائه، أن يأخذوا قسطهم من الراحة، لا حرج في ذلك. فإذا هذا يعني مجرد وهم، وقد مر قبلهم الكثير من الطلاب في مختلف مراحل الدراسة، في الدراسة الدنيا وفي الدراسات العليا، وقد وجدوا أن رمضان وأن صيامهم في رمضان معين لهم على التحصيل العلمي وعلى حسن التركيز، فهم غير مشتغلين بالتوافه أو غير مشتغلين بالازدياد من الأكل والشرب والمتع والاشتغال بلهو الحديث، لأنهم حالة صيام. وليخلصوا نياتهم لله تبارك وتعالى، وليقصدوا أيضا بمذاكرتهم وبتحصيلهم العلمي نفع أنفسهم بعلم نافع ونفع وطنهم ونفع مجتمعهم، يكن لهم ذلك كله بإذن الله تعالى وفضله أجرا وثوابا، والله تعالى الموفق لهم. مع كلمة تقدمت أيضا لواضعي الامتحانات أن يراعوا هذه الأحوال في المقابل، وهذه طبعا أهم شيء، يعني حتى لا يؤخذ أيضا هذه كلمتنا للطلاب، فحتى لا يستغلها أيضا واضعو الامتحانات ويغلظوا ويشددوا على الطلاب، لا، أيضا يراعوا هذه الظروف والأحوال وليسروا قدر المستطاع. إن كان للطلاب مهارة سيقتطعون هذا الجزء وينشرونه. معنا مكالمة، ولكن الأخ عادل زغدود يريد منكم أولا الدعاء لليبيا بالأمن والأمان. نسأل الله أن يحفظهم وأن يكتب لهم الأمن والإيمان والسلم والسلام، وأن يبعد عنهم
شرور المعتدين الظالمين الخائنين، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يرفق بهم، وأن يبعد عنهم كل كيد وشر وضر وباطل. سؤاله الثاني أظن أنه يحتاج إلى وقت، بقيت معنا دقيقة. نستقبل في هذه المكالمة، نأخذ أسئلة الأخ ثم نطرحها غدا إن شاء الله. وليد، تفضل أخ وليد. السلام عليكم شيخ سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ هلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخ سيف. لدي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول، شخص مسافر جمع العشاءين، نعم، وعندما رجع إلى وطنه نسي بأنه جمع صلاة العشاء، نعم، فصلى بالناس إماما، وعند قعوده للتشهد الأول تذكر بأنه قد صلى العشاء، ماذا يفعل هنا؟ وماذا عليه اتجاه من أمهم بالصلاة؟ نعم. طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني، سابقا أعزكم الله قبل أن تكون هناك دورات مياه في المنازل، كان في بعض القرى يبتكرون ما يسمى بالمجائز، نعم، أو مصليات النساء. طيب واضح. يعني مكان للصلاة ومكان لاغتسال النساء. نعم. وقد يقف البعض بعض الأموال لهذه المصليات. نعم. الآن بعد أن ظهرت دورات المياه جلكم الله أصبحت هذه المصليات مهجورة. طيب. نسأل الآن عن حكم هذه المصليات أو المجائز والأموال التي كانت موقوفة. نعم. لها. تسأل عن حكم الأموال. طيب. حاول السؤال الثالث بسرعة لأن انتهى وقتنا. تفضل. السؤال الثالث بخصوص الإمام الذي يأتي متأخرا عن الصلاة. نعم. وجد بعض المصلين قد شرع في الصلاة، هل ينتظرهم حتى ينتهون أم يقيم بمن بقي من المصلين؟ طيب. شكرا جزيلا. ومن كان يصلي ماذا يصلى؟ أن يقطع صلاته أم يكمل صلاته؟ مشكور الأخ وليد، شكرا جزيلا لك. إن شاء الله في الغد بحول الله تعالى. أعزائنا الكرام، شكرا لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة، كما نشكركم أيضا على تواصلكم وإصغائكم. ولقاؤنا غدا بحول الله تعالى لاستكمال هذه الأسئلة الكثيرة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من يحب الله آنست الهدى، لما تبعت من المحبة أحمدا، وسألت أهل الذكر ذات بصيرة عما توارى من هداه وما بدا. يا حافظ القلب السليم مهرجان النور، يا حقل الندى، ماذا يحب الله تسأل دائما، ويجيبك العلماء حتى تسعدان.